فأجابها من فوق شايقة القنا: قضي القضاء بما جرى، يا فاسترجعي. احرمكم احرمكم لو بقلب حفقد الرجال، والله يا اخويا ما حدنا جلد نركب الجمال. طلعت تقل لاخويا قضيت نوبك بعد نوبي، نوبي اريد اوقف وفيلك بثوبي. فرد لحظة التفت يا حسين صابي، زينب زينب انا عطشان. قلت له ما ظل دمع واسجيك بالعين، ولا تنشرى وشريك يا حسين. زينب ذبي علي عبايتك ورجعي. قالت خويا براقعنا خذوها. اعوذ بالله من عين لا تبكي بهالابيات بعد شت ثاني شتنتظر اقول لك انا. خويا براقعنا خذوها خذوها وسكنا العزيزة سلم. زينب اذا ما عندك ماي ولا عندك ظل، المن جيتيني؟ قعدت خلت ايدها على كتاف ابو علي. تريد تعرف المن جيتك اخي؟ واريد اتوادع وياك ما ينحمل يا حسين فرقع. زين قل لي هسه من وقعت من غش عليها ايش سوى ابو علي؟ حيراعيها هاي باكر من تشوفه ميت ما يظل بيها حال. يقول خلى ايده على صدرها وقرا الامام، ما ادري شنو قرا. قعدت زينب مثل الجبل. اي قالها يلا زينب انت عندك مسؤوليه. قامت دخلت على خيمه النسوان وكلها تنتظر، تعلقت بها النساء والبنيات: يا ابنه علي ما الخبر؟ صاحت اثار حسين عدنا الليله خطار خطار، وباكر ينذبح هو والانصار. انا خايفه والقلب محتار، على بدر السلف ونجوم الازهار اتعلقن بها البنات. كل وحده تقول يا عم اريد ابوي، هاي تقول انا عطشانه رجعت للحسين. بناتك يا اخويا لو غني لو غني عطاشه ويريدن ماي. زينب انت من الان تحرسينهم؟ قالت له بخدمتك يا ابو علي، انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك اطفالك، والموت لو يرضى بدالك. راحت هديت النسوان والاطفال، رجعت الى خيمه الحسين. شافت الحسين متصدر بالخيمه، وابو فاضل قاعد بباب الخيمه مكرفص رجليه مثل العبد بين يدي مولاه. عينت لهم قالت له اخوي ابو علي عندي طلب. قالها تفضلي زينب. قالت له مولاي اريد تصيح على العباس يقعد يمك. تعال يا عباس. اجا قعد يم الحسين وقفت على رؤوسهم. قالت خويا فردولي خل اقعد بيناتكم. قعدت بين خوانها، خلت ايد على كتاف العباس والثانيه على كتاف الحسين. يا محلى الاخت لو عدا خوان خوان تعيش مدلله وما يوم تنهى. اين صار اخونا خويا خيعان؟ هالخوان هيجون تشكي لهم وهم اللي يسمعون. واجت يلا زينب روحي هدي النساء. رملة ودي اوليدك، وانت يا ليلى ودي اوليدك، وانت يا رباب. انا؟ قالت بلى يا رباب. يقول لما صار باكر
قتلت كل انصار الحسين واهل بيته. انت شغل الرمح صاح صوت بكى كربلاء صاح وغربته ووحدته. تقول زينب هذا الصوت لما اجالنا طلعن النسوان كل وحدة خذت عمود خيمة خذت سيف لزوجها واجن ركضن يم الامام. صح زينب ردي يا اخويا قلت لك نعتذر ما عندي لسان فزعنا لك من الخيم نسوان. بعد ما عندك زلم يا ابو علي. رجعت زينب تقول لما وصلنا للخيام شفت عبد الله الرضيع شايل ايده يعني تعال خذني يا ابويا يعني انا فدوا اروح لك يا حسين. اجى الامام شال الولد يا قوم ما الخطب الفظيع نبوني انا المذنب ام هذا الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأة. يقول حرملة للمختار وأنا من الرماية اللي ما يخطئون نطوني سبع سهام صبت بثلاثة وخطيت باربعة أما الأول صبت بعين أبو فاضل الثاني صبت بي عبد الله الرضيع والثالث رميت بي قلب الحسين. أين الصارخون حرملة شقد قاسي أنت ما بكيت؟ قال له بلى لما ما صبت الطفل بالسهم كان مقمط حس بحرارة السهم طلع يديه من القماط او شبق الحسين كأنه يقل لدخيلك بويا الحق لي ذبحوني. ورجع بالولد افتر بي من ورا المخيم. زينب تعاي اخذ هذا الطفل عينت له مذبوح مولاي شلون اوديه مذبوح الأمة. قال صيحي لها خل تجيني شايف امك جنابك من تطلع الظل التانيك والرباب واقفة بالباب يمتى يرجع لحسين الولد شارب ماي. صاحت رباب شغلتك احنا قالت ما جفل واليد وتنا خذا والده ليروح شاء والله نيران العطش والحرج وانا. صاحت رباب قوم وياي هالحين جاب حسين ويريدك تحضرين رباب بخيمتي تلقين الاثنين الولد والوالد الشاب بحزنه. ولا واجت الام تمشي ووصلت للمهد شافت الولد ساكت بناها الولد شارب ماي وحضنته ونقعت ديها بالدم. صاحت ولك لا يما يا وليد على بختك ولك يما يا يما يا يما لا يا وليد على بختك تخلي امك تنوح وتبكي اختك. ماكو واحد يصرخ على الامام الليله ولا ولا ولك لا يما يا وليدي اعلى بختك تخلي امك تنوح وتبكي اختك ترد لي وحشة الغياب ردتك وتمشي لو متتجناز بي ما دار ادور ويا الزمان شلون ما دار وردت الموت اللي يندار يما يا يما. آه آه وحسين ما دار ثدي من أمس لليوم ما دار وتريد الماي يا وليدش بدي. آه المنظام صوتك الليلة شوف ايش سوت هاي المرأة
يقول توهمت بعد بناها الولد شارب ماي وظلت تلولي على المهد تقول له يما الخاطر امك نام يا وليدي يا وليدي ترى المني تريد ما هو بيدي اكثر من وريدك وعلى حسين وحزني قد بابا عيني طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع ما يحكي الماتة من الليلة المن تعايل لي انت تعايل لي انا ليش ليلة عاشوراء الليلة طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرب ولا يعني بقد هذا الطفل ذبحوه على ايد الحسين بقد هذا ابن امامكم ويلي ويلي يما طول عمري بعد مو زين عقبك يا وليدي وعقب الحسين وإذا بصوت من الأعداء يا حسين أجبنتم عن القتال وقف الحسين قال من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله قبل شوية كان علي الأكبر يخدمني العباس يخدمني زينب قالت له أنا بخدمتك يا أبو علي راحت جابت الفرس وقالت له رأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولاحما وكفيل صعد على الفرس حرك الفرس ما مشت ضربها ما مشت زجرها ما مشت زينب قالت لأخويا أبو علي لا تلوم الفرس لو ما مشت خويا عاين رجلين الفرس عاين وإذا رقي شابق رجلين الفرس ويلاه تقول له وين ناخذ أبوي يبا ما قلت بت الضيق بعدي يا هبتي ويا نجم سعدي نزل الإمام قعد على التراب خلاها بحضنه ومسح على راسها أثار الأبو يا ناس خيمة يفيع على بناته وحريمة جيبه يا الله يا الله وطلعوا الأطفال حتى لا ينشدهون يا الله الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر يلا يلا قواكم الله بارك الله فيكم ودع ابنيت أبو علي التفت لي بارك الله فيك التفت لي غفر الله لك أحسنت يا مولاي ودع ابنيت وعلى صهوة جواده وإذا بصوت مهلاً مهلاً الوداع الوداع يا ابن الزهراء الوداع الوداع مهلا مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهراء الوداع التفت وإذا زينب ها أخوي إيش طلعت قالت لأبو علي انزل من على ظهر جوادك نزل الإمام قالت لك شف لي عن صدرك يا أبو علي كشف لها الإمام تقدمت زينب شمت في نحره وقبلته في صدره والتفتت إلى المدينة صاحت يما يا يما يما أمانة ردت وديعة استرجعت اي أريد لي ون على الزهرة أولي على الزهرة وأمرها ابنوح حزن خلص عمرها وللآن ما نندل قبرها والله للآن ما نندل
قبرها. زينب شنو هالعملية؟ قالت لأبو علي تتذكر من كنا أطفال ونقعد يمك سورة الظل، وصتني قالت لي حملك أمانة يا زينب، إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا شميه في نحره قبليه في صدره، أما صدره فموطئ الخيول، أما نحره فموضع سيف شمرين. آه زينب نظرت لأخيها، خويا خويا تمنيت حلم واقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي، واشب قناك واشمن ريحة امي. قال يا خويا ابو الفضيل في وين الاشفاق، فقل غيرها يا نبعة لا لتالي تصيح مظلوم عن كربان عيد تكلمي عن العميق لا شوف لي كل مسيح.